اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا تفاصيله صغيره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، وبنلعب دور ان احنا ازاي نعمل سفره مختلفه لها طعم تاني وطعم جديد باقل تكلفه ممكنه، وده هدفنا من برنامجنا. معانا الرز البسمات النهارده هنعمله بالزعفران. الزعفران لون الرز وسكة البرياني، والأولاد بيحبوا ياكلوه من بره، فاحنا هنعمله النهارده بالزعفران ونشرح لون الزعفران، هل ممكن بالكركم يحل مكانه، وهل نشتري الزعفران الغالي، تفاصيل كده جوه الأكلة دي بما إن الأطفال بيحبوها والأولاد بيحبوها. معانا صدور فراخ النهارده هنعملها مشوية بالزبدة والليمون، حاجة زي كده زي البتر فلاير هتبقى حلوة، وهنشوف نعملها مع بعض إزاي، ونشوف الفراخ المشوية ممكن نقدم معاها إيه. هل ممكن نقدم معاه خضار سوتيه ولا خضار جوليان؟ جوليان شرايح او سلايز. معانا بقى البطاطا الحلوه النهارده دي حلوه بتاعنا. هي اسمها البطاطا الحلو. في منها نوعين في السوق، في منها نوع الابيض وفي نوع الاحمر اللطيف الجميل ده. هنعمل البطاطا الحلوه دي حلوه النهارده بالسكر كريسبي. تتقلي زيها زي البومفريت البطاطا المقليه، ولكن هتاخد سكر باودر وقرفه ناعمه تاكلي صوابعك وراها. تعالوا شوفوا ازاي نعمل الفراخ المشويه بالزبده والليمون. مقاديرها على الشاشه، وهنقدمها في لمبيه كده على جريلا سخنه تعمل جو على السفره، يعني التقديم برضه هيكون بطريقه جديده. صدور فراخ مستردة، زبده، ليمون، توم، معلقتين من الدقيق. تاني المقادير على الشاشه، بسيطه وسهله ولكن الطعم طعم جديد. هنتبل الفراخ الاول. حلو، عصره ليمون معانا. التتبيله دي مع بعض كده واحده واحده. عصره ليمون مستردة، وبعدين بعد التتبيله الحلوه اللي هو المارينيه بتاع الفراخ من عصره ليمون حلوه مستردة لطيفه اللي هو الخردل. مستردة نوعين في السوق، في منها الحبيبات الصغيره دي كده، في منها المعجون ده كده لطيفه وحلوه. المستردة على فكره مشاكل الكوليسترول، بتذوب الدهون، بتنشط الدورة الدموية في الأجزاء الدقيقة للجسم، بتفتح الشهية، الحموضة بتاعتها والمزازة بتاعتها بتدي طعم مميز، وخاصة في الحاجات اللي واخدة زبدة. بتاخدنا لمدرسة المرتة، المرتة اللي هي الناتج بتاع ذوبان السمنة. زبدة، مستردة، ليمون، غليوا على النار بيدونا طعم المرتة. دي المدرسة الطهوية بتاعت المغازي. دوبنا الزبدة، سوري، دوبنا المستردة مع الليمون. نحط شوية زيت زيتون، ده المارينيه بتاع الفراخ اللي هنشويها. حلو الكلام. طبعا الطبق ده بريء من الكمون والكزبرة. كل اللي احنا هنحطه هنا شوية فلفل اسود مع شوية بابريكا حلوين كده وشوية زعتر، وخلص الكلام. ادي الفلفل الاسود في قلبيها، وشويه الملح التمام، والبابريكا والزعتر. اصبحت الفراخ كده جاهزه. ده الزعتر بتاعنا اللطيف. حلو. وعندي توم طازه مفروم ناعم عشان يدينا الطعم. ما ينفعش التوم الباودر في الاكله دي. وجود التوم مع الليمون بيمنع الزفارة. كده الفراخ اتبلت زي الفل اهيت، ده المرينيه بتاعها. نيجي نقطع بقى صدور الفراخ دي بتتبيله حلوه. بالشكل ده حلو قوي يا عم الشيف. ممكن تعملها من بالليل وتحضريها وتخليها في الثلاجه، هتبقى احسن مني يعني. دي تقعد قد ايه يا شيف؟ يعني ممكن تقعد فتره الليل تعمليها قبل ما تنزلي على الشغل، مفيش مشكله. هنخليها جنبنا كده، وناخد صدر الفرخه ده الحلو ده كده، والليمون ده ننزله هنا. حلو. وبسكينه حاميه، ونيجي على الفراخ دي يا عم الشيف نقطعها كده. بسم الله. الموزه دي انا عايزها بتبقى دايما اسفل الصدر، خليها زي ما هي كده ببركتها. ونيجي على صدر الفرخه بالشكل ده كده. حلو. وده نفس القصة بالشكل ده كده.
نفس الموضوع. الموزة باخدها واجي على صدر الفرخة كده، لازم صدور فراخ في التتبيلة دي يا عم الشيف. والله لو عندك الفرخة متسحبة ممكن تعملها كلها مع بعضيها مفيش مشكلة، بس انا شخصيا بحب صدور الفراخ بالمرينيدا. يا حاجة صافية ازيك؟ ازيك يا شيف بوغازي؟ اهلا وسهلا يا اختي. انا عايزة اللحمة الكستاليتا اللي هي الشدان معمولة بالجوز عين الجمل. عايزة الكستاليتا بعين الجمل؟ ايوه. ربنا يزيدك يا ام حاضر. عينية عين الجمل من انواع المكسرات الغنيه بالاوميجا 3 اللي هي بتعالج مشاكل الزهايمر يا حاجه صافيه. ربنا يديك الصحه يا امي. اللوز وعين الجمل والبندق. يا بندق فراخ اتبلت بالشكل ده كده، حلو قوي. نقلبها ونسيبها في المرينيدا ده كده لغايه لما الزهره دي او الطاسه دي تسخن معانا. نصيحتي ليكي بقى يا ست، كل ما تيجي تشوي فراخ او تشوي برجر او تشوي لحمه مشويه، استيك مشوي، ريش، كوستاليتا، لازم يكون عندك جريلا في البيت انت جايباها من مصروف البيت اللي بتاخديه الشهري. يعني كده خلي قرشين كده كل شهر على جنب، لو 10 جنيه 20 جنيه في شهرين ثلاثة أربع شهور هتجيبي حتة زهرة أو حتة جريلا تشوي عليها الفراخ وتشوي عليها البرجر أو طاسة سميكة ثقيلة الوزن علشان تقدري تحتفظي بدرجة الحرارة وتطلع معاك حتة اللحمة مشوية بالجوس بتاعها وتبقى لطيفة وجميلة. الفراخ خدت لون بالشكل ده كده، سبحان الله ربنا مبارك، الطاسة اتملت فراخ مع سلايز الليمون. أنا مش هشوي دلوقتي، حلو الكلام، لغاية لما الطاسة تسخن معايا. الفراخ تبلتها وجاهزة، تحطها في التلاجة عشان الجو حر. البطاطس بتستوي في النار أو البطاطا الحلوة بتستوي في النار، حلو الكلام. تعالوا نشوي الفراخ مع بعض. حاضر يا فندم. تعالوا نشويها كده. طريقة الشوى كمان مهمة جدا، لازم تكون الجريلا سخنة بالشكل ده كده. ووقف حياتك تشوي برجر، تحمري سجق، تحمري كبدة، الحاجات دي كلها إلا على جريلا سخنة أو في طاسة سخنة. علل ولماذا؟ عشان نحافظ على الجوسي او السوائل اللي موجوده جوه الحته اللحمه او الفراخ. طاسه هنا اخبارها ايه؟ زي الفل. نحط معلقتين زيت. نعم حاضر عيني، عايز اشوف البطاطا اللي بتغلي في الزيت اهو. يلا بينا اهو اهو، نحط الفراخ على الجريلا. واستاذن حضراتكم عيني اهو، عايز الجريلا ملالك. حاضر يا عيني اهو حبيب هارت اهو اهو. فراخ مشوية بالزبدة والليمون. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لأسرار عمل الفراخ مشوية زبدة وليمون هتتقدم ازاي. شوية الرز بالزعفران قدمناهم لحضراتكم. البطاطا الحلوة هنعملها حلوة، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نشوف هنقدم الفراخ دي ازاي مع بعض. معانا كوسة وفلفل احمر واصفر، عايز اقدمها بطريقه جديده واحنا مع بعض كده. احنا معانا وقت، ولما يكون معايا وقت بنبدع. الكوسه دي اخدها كده حلو، واشيل قلبها نفس الطريقه كده. هتتقطع الخضار ده، يتقطع جوليان كده بطريقه حلوه هتعجبك، تقدري تقدميها بشكل حلو لاولادك. واخد الخضار ده يا عم الشيف بحطه في ماء مغلي بقليل من الملح، نتفرج على الكوسه دي هيبقى لونها حلو قوي. دي هتعمليها مع كوسه، تعمليها مع جزر، تعمليها مع فلفل الوان زي ما انا هشتغل دلوقتي، وتخلص من الحاجات البذور. انا عايز اقدمه بشكل حلو كده، سكينه صغيره برضو من المصروف، يعني بناخد المصروف ايا كان بقى، مش عايزين نخش في تفاصيل،
قلت له فيها يا شيف حد بيدي؟ لا والله في مصروف وفي تحويشه وفي حاجات تحت البلاطه. هنتكلم الحقيقه. طلع منه واشتري السكينه الصغيره دي ب40 جنيه ولا ب30 جنيه ماسكها في دهيت كاني بشتغل بصباعي. استخدمها بقى في تقطيع المانجا، تقطيع الخضار بالشكل ده كده، وارولك دلوقتي هيتقطع ازاي. حلو، والفراخ بتستوي على النار ما عنديش مشكله، وانا منتظر الزيت يسخن معايا شويه لان الزيت لازم يكون هنا شديد الحراره. باخد الفلفل ده كده، شفت الطريقه دي كده اهو، ونقطعه كده. اللهم صل على النبي. لو جبت كبه ولا جبت اي خلاط عمره ما يقطع لك الخضار زي ما انا قطعته كده. تحت ايدك. ناخد شويه الخضار الحلوين دول يا عم الشيف زي ما هم كده، بنحط عليهم شويه ملح، الله، وشويه فلفل، الله، ونقلبه. مجرد ما احط الملح والفلفل وناخده زي ما هو كده يا عم الشيف ينزل في الماء المغلي، الله، ده هنقدمه مع الفراخ المشويه. زي الفل، ونروق الدنيا عشان نشوف الانتاج بتاعنا، واللي ملوش عوز نشيله بالشكل ده كده زي الفل. تعملي ديك رومي بقى، تعملي فخده ضاني، اهم حاجه النظافه. حلو، الخضار جاهز، ده مش طبعا مش هسيبه يغلي كتير، ده كفايه عليه قوي كده. على النار، مكعب زبده في قلب الماء المغلي، يديله لمعه، يديله طعم. ده الخضار السوتيه على طريقه المغاز. نخلص من البطاطا، ننزل بيها في قلب الزيت. يلا كده، خضار السوتيه اخباره ايه؟ جاهز؟ جاهز. الفراخ جاهزه؟ جاهزه. الله الله. تعال نقدم بقى الحلو ده كده والجمال ده كده واحنا مع بعض، واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سخنه، خلي بالك، خلي بالك يا مغازي، عايزينك، عايزينك تكمل المشوار. دي سخنة، يلا حلوة، تعالى، اللهم صل على النبي. برضو دي بالمصروف يعني، مش تخسري حاجة. ثلاثة تعريف. ناخد الخضار السوتية، ركزي معايا يا أمي، بيدك تصنعي السعادة جوه بيتك، وتبقي صانعة السعادة جوه بيتك. ده خضار سوتية. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عندنا وبس. الفراخ جاهزه، شيلها برضو كده، اللهم صل على النبي. انا بصراحه للامانه هاكل الخضار السوتيه واسيب الفراخ. شفت الجو ده كده؟ طبعا واحنا بنغرف الاكل الجميل الحلو، العين بتاكل زي ما قلت لحضراتكم، في الوان بتفتح الشهيه. عملنا البطاطا الحلوه على الطريقه المغازيه، بهديها للريف المصري والصعيد المصري اللي بيتابعنا في كل محافظات مصر وصعيد مصر الجميل. عملنا الرز البسمتي، الله الله، وعملنا فراخ مشويه تقدمها لاولادك بالشكل ده كده، هيفرحوا بيكي وهيبوسوا على ايدك ويقولوا لك يا ماما تسلم ايدك يا مامتو. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
بيه.